الشبابية، فرصة صنع رجاء، فرصة رؤية الهدف، الهدف الهدف ضايع له كرة أمامية الجلوسة، فرصة لسرق الرجاء الرياضي، بوشعيب المباركي، بوشعيب المباركي أكيد سنتابع أهداف أخرى كما يتضح إن بقي الحال كما هو في دوري تشالنجر. هنا فرصة فرصة جميلة لصالح فريق الرجاء، تعود من جديد فرصة من أكبر العناوين هنا على مستوى يكون أداء جيد، يكون خط هجوم فريق الرجاء حاضر بقوة. سواري فرصة لصالح فريق الرجاء جديد داخل منطقة العمليات، فرصة التسديد الآن، فرصة تسجيل الهدف التاسع الآن، فرصة عرضية دائرية، سنتابع هذه المحاولة